اكتر مقلب انت كنت فيه مرعوب من بركات عمله فيك؟ لا مش مرعوب يعني، اكتر موقف يعني كان صعب جدا، لان هو يعني انت عارف لما حد يعمل مسرحية يعني جايب 5 ممثلين مثلا، ما يعني كان في يوم اتصل بيا قال لي مش عارف حد من اسيوط او من الاقصر عايزيننا على حاجه. فالمهم ده استمع، فيلم يعني، لا ده ده بتنزل ليك فيلم فيلم كان فيه يعني فلوس كمان يعني، كمان. لا ده حد جه اداني فلوس، ايه ده؟ اداني فلوس ان ده احنا احكي لنا نسافر بقى. الاقصر يعني. حد اتصل بيا قال لي احنا عندنا ايفنت هناك موجودين وعايزينك انت وبركات. فماشي تمام، اتفقنا. راح باعت لي تذاكر الطيران، يعني دي اول حاجه، تذاكر طيران يعني تذاكر طيران محجوزه. ف والتذاكر دي ضاعت عليه بعد المقلب، اي خلي بالك بس عشان فانا بوصل لك ان هو ايه ممكن يضحي بايه عشان يعمل عشان يعمل المقلب. مقلب. وبعد كده الراجل جالي فقلت له انا موجود في التجمع وكنت رايح لبركات يعني هو وقتها. مظبط مع حد يكلمك عشان يعمل كده. يكلمني، وبعد كده انا اللي اكلم بركات اتفق معاه ان احنا هروح والراجل هيجي لنا بيت بركات وجاب الفلوس وانا خدت الفلوس. كمان يعني انت فاهم. وبعد كده تاني يوم الصبح مسافرين، اتقابلنا خلاص رايحين المطار يا اسلام، اتقابلنا في التجمع واخد هدومك وكله. ومعايا شنطتي وهو معاه شنطته، احنا قعدنا بنفطر في مكان وهنسافر. المهم قال لي بص انا مش عارف، بس احنا دلوقتي ده طلع مش حقيقي وبتاع، انا عندي مشكلتين دلوقتي. قلت له ايه المشكلتين؟ هو ما اتكلمش على مشكلتي انا، انت فاهم يعني مالوش علاقه. قال لي هلغي حجز الطيران ازاي وحجز الاوتيل، يعني هو حاجز طيران واوتيل، والطيران مش هتعرف تلغيه قبلها بنص ساعه طبعا يعني خلاص ضاعت عليك ضاعت فلوس. عليك الفلوس. فهو بقى عمال يفكر هيلغيها ازاي، فهو ما لقاش حل طبعا، وضاعت عليه حجز الطيران وحجز الاوتيل كل ده عشان يعمل عشان فيلم. يعني انت ايه اللي يجبرك على كده؟ يعني يعني يوم نزلك من البيت بالشنطة ايوه وبالبتاع. يعني وقبلها بيوم بقى وحوارات، والراجل كلمني والراجل قال لي بيقول لي وهو اللي يسالني بقى انت ضامنه؟ انا اقول له لا ضامن الراجل. طبعا وهو اللي متفق معاه. هو اللي متفق معاه وجايب راجل غريب وقصه.